السلام عليكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. واليوم في هذا الدرس إن شاء الله ما زلنا مع يعني التريتمون ديال البيسين، يعني قبل المعالجة. كما تكلمنا في الحلقة السابقة عن كيفية يعني معرفة يعني سعة الماء، يعني كيفية حسابها. واليوم نذكر إذا كان شكل المسبح يعني مستطيل، أو كان أي، عندما نريد أن نعالج مسبح على شكل مستطيل أو على شكل مربع أو خزان من الماء أسطواني الشكل، يجب علينا حساب سعته. يعني لابد من قبل وضع أي منتوج، أي برودوي مثلا الكلور والأنتي ألج والفلوكيلون، مثلا عندما نريد أن نخفض البي اتش إذا كان مستواه مرتفع، لابد من حساب المتر كيف. هذه من الضروريات لنتابع. كما تلاحظ هنا لدينا يعني على شكل يعني مستطيل، ولدينا أسطوانة، يعني مثلا خزان أسطواني الشكل. دونك هنا حجم سعة بالمتر كيف تساوي يعني الطول مضروب في العرض مضروب في الارتفاع، يعني نديرو التطبيق العددي. عندنا 3 مضروبة في 2 مضروبة في 1 تساوي 3 في 2 6 في 1 6. إذا حجم هذا من الماء يعني 6 متر مكعب، نسمي الفرنسية المتر كيب. وهنا إذا كان أسطواني الشكل يعني في كتساوي بي، يعني معروفة تساوي 3.14 مضروبة في الشعاع أي الريون أوكاري يعني أس 2 مضروبة في الارتفاع التطبيق العددي بتساوي 3.14 مضروبة في 1 أس 2 مضروبة في 3 تساوي 3.14 مضروبة في 1 1 مضروبة في 3 تساوي 9.42 متر مكعب. هذه هي كيفية حساب يعني سعة الماء الموجودة في خزان يعني أسطواني الشكل أو مربع أو مستطيل. يعني ونذكر في بدء المعالجة، عندما يملأ المسبح لأول مرة يعني نضيف من 1 كيلوغرام من الكلور في 100 متر مكعب من الماء. يعني إذا كان لدينا مثلا 300 متر مكعب من الماء، نضيف 3 كيلو جرام من الكلور يعني على شكل مسحوق 90 درجة. ومع السلامة، ونلتقي في حصص أخرى إن شاء الله.
وسنفصل ونوضح طرق معالجة مياه المسابح. ومع السلامة في حلقة أخرى إن شاء الله، ونعتذركم عن كل هذه التأخيرات في المعلومات.